أهلا بكم في المحاضرة الثالثة من الأويل فيلد بروسيسنج، بيقدمها ليكم خالد أبو زيد جونيور بروسيس انجينير at بي بي انترناشونال كوربوريشن. المحاضرة الثالثة بعنوان سيباريتور بارت 2. هنتكلم في المحاضرة عن تو سيكشنز. السكشن الاولاني هيكون مجموعه من الاكزامبلز عن السيباريتورز اللي بتستخدم في الاويل فيلد، والسكشن الثاني هيكون عن السيباريتور سايزنج. نبدا بمجموعه الاكزامبلز. اول اكزامبل معانا هو اللي احنا شايفينه في الصوره ده، هوريزونتال تو فيس سيباريتور، بنستخدم فيه ال الدايفرتر اللي هو ممكن يكون ديفليكتور بافل او هاف بايب او سايكلونيك انلت او اي ما او اي وسيله من الانلت ديفايسز اللي اتعرفنا عليها في المحاضره اللي قبل كده، وبنستخدم في الجاز اوتلت ديمستور. ده وظيفته ان هو يعمل سيباريشن ما بين جاز اند ليكويدز بس. النوع الثاني اللي شايفينه في الصوره ده هوريزونتال تو فيس سيباريتور، بنستخدم فيه انلت سايكلون عشان نعمل بريكنج للفوم ونحل مشكله الفومينج، وبنستخدم في الاوتلت ديمستر سايكلون. لاحظ ان في كمان بيرفوريتد بافل في النص عشان تعمل يونيفورم فلو ديستريبيوشن وفي نفس الوقت تعمل فوم بريكنج. النوع الثالث زي ما احنا شايفين في الصورة ده اسمه horizontal double barrel separator، ده بيستخدم مع low liquid rates بحيث ان الليكويد ريت بيكون موجود في البوتوم بارل عن طريق داون كامر اتشيمني، بينما بتكون الابر بارل مخصص للفلو بتاعت الجاز. بيكون فيه perforated distribution buffle عشان تعمل uniform flow distribution، وبيكون الديمستر فيرتيكال بطول التوب بارل كله. النوع الرابع زي ما احنا شايفين ده هوريزونتال ثري فيس سيباريتور، وظيفته ان هو يفصل جاز عن اويل عن ووتر. بحط وير عشان يفصل ما بين المنطقه اللي هي فيها الاوتلت بتاع الاويل والمنطقه اللي فيها الاوتلت بتاع الووتر. النوع الخامس 3 فيس سيباريتور، بستخدم فيه هنا وير اند اويل باكت، والديزاين ده بيساعدني ان انا ما بحتاجش اكتيف انترفيس كنترولر، لان بيحصل السيباريشن بطريقه سبونتينيوس ان الووتر بتعدي الوير وتخرج في الووتر اوتلت، بينما الاويل بيكون موجود في الاويل باكت. النوع السادس زي ما انتم شايفين ده 3 فيس سيباريتور ويز ابوت، لما بيكون الووتر ريت قليله جدا فعشان اقلل السايز اللي كانت بتستهلكه الووتر فيز جوه الفيزل جوه السيباريتور العادي، فبعمل بوت تكون مخصصة للووتر فقط زي ما احنا شايفين في الصورة. النوع السابع ده vertical two phase separator، ال inlet diverter بيكون تقريبا في منتصف السيباريتور وبيكون فيه ديمستر في الجاز اوتلت. النوع الثامن هو 3 phase separator، ده بنستخدم فيه داون كامر بحيث تكون الووتر موجودة في البوتوم بتاع الفيزل، الاويل بتعدي وير او بتكون موجودة في اويل باكت، وبستخدم ديمستر في الجاز اول. النوع التاسع ده تو فيس سيبريتور، بيكون فيه سنتر انلت وبيكون فيه دول اوتلت، بستخدمه مع الفلوتنج ستراكشر لان زي ما اتكلمنا في المشاكل
السبيشال بروبلمز اللي اتكلمنا عنها في المحاضرة اللي فاتت، ان في مشاكل، مشكلة اسمها السلاشنج، نتيجة عن حركة الكرنت وحركة الويفز. فلما بيكون عندي الفلو ديستريبيوشن بالشكل ده، ان انا عامل مجموعة من البافلز عشان تعمل يونيفورم فلو ديستريبيوشن، وعامل تو اوتلت بحيث مفيش اختلاف ما بين الفلو في اول السيبريتور وفي اخر السيبريتور، ده بيساعدني ان انا اتجنب المشاكل الناتجة عن حركة الكرنت وحركة الفلو، ويحافظ على كنترول ديليفري. في نوعية تانية عشان برضو حل مشاكل الفلوتينج ستراكشر، زي اللي احنا شايفينها هنا، ان في ديول انلت وفي وان اوتلت، بستخدم فيها سايكلونيك انلت عشان اتغلب على مشكلة الفومينج. النوع اللي بعد كده زي ما احنا شايفين في الصورة ده تو ستيج فيرتيكال سكراب، مستخدم فيه في الجاز اوتلت مش كواليسر، ومستخدم برضو ديميستنج سايكلون. يبقى انا مستخدم نوعين من الاوتلت ديفايس. النوع الاول فيهم اللي هو المش كواليسر هنا مش يعتبر اوتلت ديفايس قد ما اقدر اسميه اجلوميريتور، ان هو وظيفته ان هو يعمل كواليسنج للدروبلتس بتاعت الليكويدز بحيث تتكون دروبلتس اكبر، ويحصل للدروبلتس دي ان هي تكبر اكتر في الديميستنج سايكلون، ويحصل لها سيتلينج باي جرافيتي وباي سايكلونيك موفمنت. ده بستخدمه مع الهاي جاز ريت. اللي احنا شايفينه في الصورة ده وان ستيج ان لاين سكرابر، بستخدم فيه ديميستنج سايكلون. والنوع ده هو الجاز يوني سايكلونيك سكرابر، وده في الواقع ان انا بستخدم الاوتر شيل بتاعت السيبريتور نفسها هي الاوتر شيل السايكلون، بحيث يكون السيبريتور كله عبارة عن سايكلونيك انلت او سايكلونيك اوت. الحركة زي ما قلنا ان الحركة السايكلونيك بسبب الاختلاف في الانيرشيا بتعمل انهانسمنت للسيبريشن ما بين الليكويد اند جاز، وبرضه السيبريشن ما بين اي هيفي فيز وما بين لايت فيز. النوع الاخير ده بنسميه جاز ليكويد سلندريكال سايكلون. النوع ده هو رخيص جدا وفيري سيمبل ان ديزاين. الحركه اللي هي السايكلونيك في الاول بتعمل بالك سيبريشن ما بين الاويل اند جاز، بحيث ان ينفصل الجاز في لاين والليكويد في لاين تاني، اعمل لكل واحد فيهم مترينج قياس بحيث اشوف الفلوريت واشوف مجموعة من البروبرتس، وفي النهاية يحصل لهم ميكسنج تاني ويتجهوا للجاز اويل سيبريشن بلانت. بستخدم الجي ال سي سي اللي هو الجاز ليكويد سلندريكال سايكلون في عملية الويل تيستنج، وبيكون الانستوليشن بتاعه قريب جدا من الويل هيد.